مرحبا. يلا. انا ما اعرف من وين ابدا بجمال صلاله. اتكلم عن الرذاذ، عن ليبال، عن الشلالات، عن الاجواء، عن البراد. كلها ما شاء الله اجتمعت في اطار واحد. صلاله ما شاء الله جنه، جنه الله في ارضه. للأمانة هذه أول زيارة لي لصلالة. الأهل والأقارب وربعي كل سنة يزورونها وينصحوني بزيارتها، لكن ما كنت مقتنع. السنة هذه قلت خلني أجرب وأشوف. شيكت على درجات الحرارة، شفت أن صلالة درجة حرارتها أبرد عن دول أوروبية كثيرة، وقررت أني أزورها. والصراحة انصدمت وتفاجأت من أول ما دخلت من ليبل إلى اليوم، أنا أشوف أشياء جديدة وتفاجأ. إن شاء الله أنها بتكون وجهتي السنوية صلالة، وتندمت على السنين اللي فاتت اللي ما زرت فيها صلالة. اللي يميز السياحة في صلالة عن الدول الأوروبية اللي كنت أزورها، ما تحس عمرك غريب بين أهلك ويماعتك، نفس العادات نفس التقاليد، تربطنا علاقة وطيدة بين النسب والأخوة، ناس فاهمينك فاهم منهم، نفس الثوب، ناس منك وفيك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.